حضرتك اصل انت لازم تقيس الانتخابات، الانتخابات تترتبت صح. نتكلم في الانتخابات اتفضل، بيبقى فيها صداع شويه. اول حاجه لازم حازم صلاح واسماعيل يطلع عشان ده وقصاده عمر بيه عشان ياخد من رصيد الاخوان، وقصاده عمر سليمان لازم يطلع. سيبك بقى من حكايه التوكيلات ومش التوكيلات، ده انا مسلمهم بايديا والله التوكيلات. يعني سيبك من التوكيلات، عمر سليمان لازم يطلع لانه هياخد من نصيب احمد شفيق. لازم تتعدد الجهات اللي هتاخد الرافضين للاخوان عشان التصفيه تكون بين محمد مرسي واحمد شفيق. هل كنت تعلم ان شفيق هيخسر؟ شفيق ما خسرش، شفيق نجح طبعا. اي حد يقول لك غير كده لا تصدقه. واحنا قلنا بشهادتنا طبعا، والمحضر موجود، والتحيات اللي عملتها النيابه موجوده ومش هتشوف النور. واحنا بيتحقق معانا كشهود، شفنا وقائع التزوير بانفسنا وسمعنا التهنئه اللي وصلت لشفيق من شخص ما، يعني مبروك يا ريس بس خد بالك مننا، سمعناها وكنا قاعدين والحرس الجمهوري راح. تاني يوم النتيجه عكس كده. لقد كان مقصودا ان يتم نجاح مرسي في هذه الفتره. مش كان مقصودا، كان لابد وفقا للمخطط الامريكي ان تكون المذهبيه هي الاساس اللي بتقوم عليها مصر. لولا ثوره 30 يونيو كان زمان مصر فين؟ والله انا شايف ان مش ثوره 30/6، انا شايف التعامل مع الموقف كان ذكي جدا. تقصد الرئيس السيسي؟ الرئيس السيسي والمخابرات، وعشان كده يعني المخابرات ليها حق تتدلع، اتعاملت مع الموقف بذكاء شديد جدا.